معالي السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة. معالي السفير مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذة لبنى ولك ولكل المشاهد. يا أهلا وسهلا. الدور المصري الأردني التنسيق والتشاور على أعلى مستوى خلال الفترة الأخيرة واللي انعكس في بيان ختامي شامل لكل النقاط والثوابت تجاه القضية الفلسطينية. معالي السفير. نعم بالتأكيد هناك آلية تنسيقية ثلاثية أردنية مصرية فلسطينية تجتمع بشكل دوري، يعني سواء على مستوى القادة أو على مستوى وزراء الخارجية أو حتى على مستوى الأمني. القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن ومصر قضية مركزية، وكما ذكر سعادة السفير مصلحتنا كأردنيين وكمصريين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ناجزة على أرض فلسطين غير منقوصة السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشرقية. هذا ما أكد عليه البيان اليوم وهذا ما نؤكد عليه دوما. أي خطوات لبدء مفاوضات أو عملية سلام يجب أن تكون عملية سلام ومفاوضات جادة غير منقوصة ولا تقبل القسمة. يعني القضية الفلسطينية الآن عمرها أكثر من 75 سنة ولا زالت كل الحلول للأسف لم تعطي الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني. دون إعطاء هذا الحق، دون إعطاء الفلسطينيين مستقبلهم ودولتهم المستقلة، ستبقى المنطقة عرضة للتهديد وعرضة لعدم الاستقرار. ولذلك دوما ينبري الأردن ومصر بالتنسيق مع الفلسطينيين للتحرك ولحشد الدعم الدولي عبر مفاوضات جادة، سواء من خلال بشكل مع دول العالم منفردة أو ضمن المنظمات الدولية. أنا عايزة أتوقف عند الجزئية دي يا فندم، لأنه البعض بيتكلم على أنه نظرا للظرف الدولي وأزمات المنطقة العربية غابت القضية الفلسطينية عن صدارة المشهد وعن اهتمام المجتمع الدولي بها، والإدارة الأمريكية اللي هو يعني بنشوفها عاجزة عن التدخل بأي شكل لصالح القضية أو يكون لها موقف عادل. هذه التحركات إزاي بتشوف أن من شأنها إعادة هذه القضية، القضية المشروعة لصدارة المشهد للاهتمام الدولي يا فندم؟ لابد، يعني بالتأكيد رغم ما مرت به المنطقة العربية خلال العقدين الماضيين بشكل كبير، لأنه مرت بظروف صعبة جدا وبعد ما يسمى بالربيع العربي، لكن بقيت القضية الفلسطينية هي القضية المركزية. بقي الكل يدرك اليوم، سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي بشكل عام، يدرك أن لا سلام دائم في هذه المنطقة دون أن نعطي الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني. هذه بديهية أصبحت، وأصبحت اليوم القضية الفلسطينية تأخذ جل اهتمامنا سواء كمسؤولين مصريين أو كأردنيين. في كل اجتماع تعطى القضية الفلسطينية الوقت الكافي والزخم الكافي، لأننا ندرك خطورة استمرار هذا الوضع على ما هو عليه. دون حل هذه القضية ستبقى المشاكل وسيبقى التوتر، ونحن دائما في الأردن وفي مصر ندرك أن القضية الفلسطينية بالنسبة لنا مصلحة أساسية بالنسبة للأردن ومصر. القضية الفلسطينية وأزمات عدة في المنطقة العربية بتفرض زي ما بيتكلم الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما على تحرك عربي وتنسيق في المواقف السياسية وتعاون كمان على المستوى الاقتصادي. وده يخلينا نتكلم معالي السفير عن العلاقة ما بين مصر والأردن، تنسيق سياسي وتعاون اقتصادي، آلية ثلاثية بتجمع مصر والأردن والعراق. بتشوفوا ازاي هذه الخطوات، ما تم تحقيقه بالفعل في هذه العلاقة؟ يعني العلاقة على المستوى الثنائي علاقة متميزة جدا، وهناك تنسيق متواصل في كل المفاصل سواء السياسية أو الاقتصادية. ويعني قبل الأسبوع الماضي كانت هناك اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وهي لجنة يعني هذا الرقم 31 لجنة يمكن من أنجح اللجان على المستوى العربي، لأنها تجتمع بشكل دوري وفي كل مرة الحمد لله نحقق الأهداف والتطلعات التي نسعى إليها.
الأردن ومصر يعني يمكن بهذه المرحلة، ويعني أنا أفتخر أنني أخدم بهذا البلد وفي ظل مرحلة تتميز بها العلاقة الأردنية المصرية من متانة وقوة وتنسيق متواصل. على المستوى الثنائي، على المستوى الثلاثي طبعا نحن هناك آلية للتعاون مع العراق الشقيق، نأمل أنه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة أن يكون هناك لقاء. قبل الأسبوع الماضي ذكر دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن هناك سيكون لقاء ثلاثي على مستوى القمة في القاهرة، نأمل أن يتحقق هذا اللقاء وأن يعطي زخم جديد لآلية التنسيق الثلاثي. اليوم العالم يشهد تكتلات اقتصادية، ودون أن يكون هناك تنسيق وعلى مستوى اقتصادي وتكامل اقتصادي بين الدول، ستبقى وضع الدول اقتصاديا لا يرتقي إلى ما نسعى إليه جميعا كشعوب. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. معالي السفير أمجد العضيلة سفير المملكة الأردنية في القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك.